اخر شيء كنا متوقعين انه سلطان يتشك عليه ويجوا بدرك ياخذوه. صافي لازم يرجع على الحي باسرع وقت، والا بنكون عم نخسر كل شيء عم نعمله. عم تفهم علي يا سما؟ ما في قدامنا غير حل واحد، بدي اقنعه لسلطان يسقط الشكوى عن صافي. 100%، وانت لازم تقنعيه باي طريقه حتى يسحب الشكوى. امرك سيدنا، بتريد مني شيء ثاني؟ سما ركزي معي، صار الوقت حتى تتقربي من صافي اكثر. هذا اللي عم جرب اعمله. هيني هلا راح لعنده على المخفر. تمام. بتريد مني شيء تاني؟ خليكي مركزة. ايه يا كبيرنا، هذا يزال صار له يومين عندي ولهلا ما قلت لي شو بدك نعمل فيه. بدك نبلغ عنه؟ بدك نورطه بشي قصة؟ بدك اقتله؟ قلي بس شو بدك اعمل فيه. خلي قاعد عندك بالبيت وما تعمل معه شيء حتى انا اقول لك. خلص جدي ماشي. ايه شكله اجا؟ خلص سكر نرجع ونحكي بعدين. ماشي ماشي ماشي. 10 عناصر وما حدا منكم شايفه؟ ظهر من الحي ما حدا منكم انتبه؟ شو كنتوا عم تعملوا؟ سيدنا خلاص ما تحكي ولا كلمه، روحوا من وشي وخليكم منتشرين على الطرقات بين البنايات وعلى السطوح. يلا ما بعرف انت ولا غلطه، امشوا. حضرتك احترام السيد.